بسم الله الرحمن الرحيم، معكم يوسف عربيات من سمارت تيم. اليوم راح احكي عن موضوع اللي هو المالتيبل انكلوجن. هسا هو موضوع بس تفادي لانه يطلع لك ايرور، تمام؟ كثير بصراحة سهل وبيجي عادة عليه 3 علامات بالمد، فحرام انه يعني يروحوا 3 علامات هيك. في ناس بتلاقي انه كل حله صح وكل كوده 100% صح، بس انه في 3 علامات على هاي الشغلة ناسيهم، او في ناس انه لا مثلا بيجمع علامات فهاي فيهم 3 علامات، فحرام يروحوا عليكم بموضوع هذا. هسا هي شو فكرته؟ هسا انا عندي هون كلاس بيرسون، هون بيرسون عادي معرف طبيعي، جوا ستودنت عامل انكلود لبيرسون فجبتها، ما في لحد الان عندي اي تكرار. هون عامل انهيرتنس بالامبلمنتيشن، انا عامل انكلود لستودنت بس ضمنيا جوا ستودنت، هيا جوا ستودنت انا عامل انكلود لبيرسون وفي انهيرتنس. فلو انا بالغلط عملت انكلود مره ثانيه للبيرسون، ماشي، هون بصير في ايرور. يعني لو هاي مش موجوده، هايها مش موجوده، وعملنا رن للكود تاعنا، كود 100% صح. بس لو انا حطيتها include person، جربنا نعمل run، اعطاني error. شو مشكلة الايرور؟ لو جينا نقرأه type redefinition، انه ايش صار في اعادة تعريف للايش للكلاس. طيب بدي اخليه، هيا احنا وين جوا implementation، بدي اخليه زي ما هو. شوفوا شو راح اعمل. هاي الشغلة بنعملها بالكلاسات، بأي كلاس باجي بكتب له هاش اف ان ديف، اختصار ل اف نوت ديفاين. بعدين هون بحط أي اشي بدي اياه، أي اسم بدي اياه. أنا بدي أحطه بيرسون اندرسكور اتش. شو باجي بحكي له؟ ذن ديفاين، حلو. وهون آخر اشي انت اف، طبعا ديفاين لايش؟ لبيرسون اندرسكور اتش. هاي شو معناتها؟ هاي بيحكي له اذا اف نوت ديفاين، اذا اللي جوا مش معرف ذن عرفه، غير هيك اعمل انت للاف. اللي بصير كالتالي، انه انا جوا هون اجي عملت انكلوداتي وكل شيء، بيروح على الكلاس بيشوفه، اذا الكلاس هذا معرف من قبل بيدخلش عليه مرة ثانية، إذا مش معرف بدخل عليه. يعني هسا أنا لو جربت أعمل رن اشتغل كودي، مع إني أنا عامل انكلود للبيرسون مرتين، عاملها هون وعاملها جوا ستودنت ضمنيا، تمام؟ فيعني إشي كثير سهل برشقه على كل الكلاسات. باجي بحط هسا هون نفس الإشي، ها باجي بحكي اف ان ديف، هون مثلا student underscore h then define student underscore h، وتحت اخر اشي ايش؟ define، تمام؟ ايش هون المشكلة؟ ايش الايرور؟ endf، هون لازم endf، تمام. طبعا تفرق هون شو بتسميه؟ لا ما بتفرق، حط اللي بدك اياه بس ما تحط اسم الكلاس. يعني هون لو حطيت علي وهون علي عادي نفس الاشي ما فرقت، تمام؟ بس المهم مش نفس اسم الكلاس، تمام؟ وهون نفس الاشي، لو حطيت شو ما بدك الاسم ما بتفرق، بس يكون نفس الاسم هون وهون، وما يكون ايش؟ ما يكون نفس اسم الكلاس. فهسا لو جربنا نعمل run كنا 100% صحيح. برجع وبأكد انه هذا الاشي مش ضروري، مش ضروري. يعني انت ممكن يكون كودك 100% سليم ومش عامل اي خطأ هون، مش عامل انكلود مرتين ويعمل رن، بس هاي للاحتياط، بحيث اذا انك زي ما هون غلطنا وعملنا انكلود للبيرسون وعملنا انكلود جوا الستودنت للبيرسون فغلط، ما بصير تعمل انكلود مرتين لنفس الاشي، بضرب ايرور. فهاي بتتخليك اذا كان في عندك هذا الايرور، هاي بتخليك انه ما يضرب معك، تمام؟ وبيكون فيها عليها علامات مرات، مش دائما، مرات بيكون عليها علامات بامتحان المد.
تمام، او ممكن يسألوك عليها بالفاينل، فحلو انكم تعرفوها. ويعطيكم الف عافيه.